احمد سعد يحضنها وكمان السقه يحضنها. طب وانت يا سامي مش بتغير عليها؟ بغير عليها طول الوقت بس غيره صحيه. تعال نشوف موضوع الغيره الصحيه ده بيكون ازاي مع محمد سامي ومي عمر. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للموضوع واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مي عمر عندها 35 سنه وتعرفت على المخرج محمد سامي وهما في الجامعه مع بعض واتجوزوا من 2010، يعني بقالهم 15 سنه متجوزين ومعاهم بنت. وطبعا بما ان محمد سامي مخرج شاطر فقدر يقنع النجوم ان مي عمر ينفع تشيل بطوله ويخليها تمثل معاهم زي ما حطها في مسلسل الاسطوره كده بالظبط، وخلاها واخده معظم المسلسل ليها، وكان بيقص في المونتاج من ادوار الفنانات الاخرين عشان بس يكبر لها دورها. وحصل خلافات على ده مع نسرين امين وكمان نجلاء بدر. هي الادوار معروفه من اول يوم واحنا كلنا معانا ورق من اول يوم، فاحنا كلنا عارفين ادوار بعض، يعني ما حدش اتفاجئ. نفرض ان محمد عايز يكبر دوري ليه على حسابي؟ يعني ليه لازم ياخد من دور حد يحطه في دوري؟ مفيش حاجه اسمها كده، احنا ادوارنا عارفينها من الاول. ان محمد معروف عنه ان هو لما بيليف بحد وبيؤمن بموهبه حد بيثق فيه وبيديله دور يعني بيظهر الموهبه دي. يمكن هو بص على الموضوع عشان انا مراته المره دي، لكن هو معروف ان محمد اللي بيعمل كده دايما. ونسرين انا صورت معها مشاهد كتير جدا جدا جدا، هي فجاه كان ليها تصريح على تويتر اعتقد، انا كنت هكلمها اقول لها نسرين الحقي حد سرق الاكونت بتاعك وبيكتب كده، لان حقيقي ما حصلش بينا اي مشكله، علاقتنا كويسه جدا ببعض، حتى اخر يوم تصوير كانت علاقتنا يعني ما فيش اي حاجه. صديق ليا كلمني قال لي لا مي خلي بالك، انا اتاكدت ان نسرين هي اللي كاتبه الكلام ده. والغريب في مسلسل الاسطوره ان محمد سامي كان المخرج بتاعه، وكانت مي عمر طول المسلسل بتجري ورا محمد رمضان وبتحبه حب جنون، وكل اللي كان بيحصل ده قدام محمد سامي. واللي حصل في الاسطوره حصل اكتر منه في ولد الغلابه بطوله احمد السقا واخراج محمد سامي، وبرده مي عمر موجوده فيه وعامله دور بطوله، ومعظم مشاهد المسلسل كان فيها احضان ما بين السقا ومي عمر، وسامي واقف ورا الكاميرا بيقول لهم الحضن ده ما ينفعش، عايزين حضن اقوى من كده شويه عشان يتصدق. ووضح سامي وقال انا بغير عليها غيره صحيه، بس بغير عليها طول الوقت، بغير عليها وهي بتتكلم، وبغير عليها وهي ما بتشتغل، وبغير عليها وهي في الشغل مع حد. عندي حاجات كده عكس بعض شويه، انا بحب مراتي حلوه، انا احب اخرج مع مراتي تكون حلوه، احبها تلبس اللي هي عايزه تلبسه وتخرج باللي هي عايزه تخرج بيه وتعمل اللي هي عايزه. بغير عليها طول الوقت بس غيره صحيه. وغيره محمد سامي وصلتنا لمراحل غريبه جدا في ملابس واطلالات مي عمر. والغريب في الوسط الفني انهم بقوا بيحبوا كده فعلا، واللي يرفض اللي هما بيعملوه ده او يرفض التلامس عامه ما بيشوفش الشغلانه دي تاني، زي ما حصل كده مع الفنان يوسف الشريف. يعني هي فوضى كان القرار، بس في حته ما كنتش انا حتى في المشاهد دي، بس كان في مشاهد كانت زياده شويه، وساعتها اكتر حد لفت نظري اهلي، ابويا وامي، مع العلم ان ابويا وامي اكتر اتنين بيشجعوني لاي حاجه انا بحبها، بس قالوا لي لا زياده وما اعرفش ايه، عارف زي ما يكونوا بس لفتوا نظرك كده سابوك تفكر. بعديها انا قلت لا مش هوصل، يعني مش عايز يبقى في مشاهد زياده قوي لدرجه ان لا ان واحد من المشاهدين يتضايق، ما ينفعش، مش يعني لو مش هرضي الجميع ارضي ربنا في الاول وبعديها ارضي ضميري. في الفتره دي بقى يعني بعد هي فوضى كان من اكبر الادوار اللي خدتها ساعتها، بعديها بقى ايه؟ جه بقى ان يوسف شريف بقى يتصدر، يعني تعالى بقى انت هتعمل فيلم لوحدك ومش عارف ايه، فاخدت ورقه قريته بقينا قعدنا عملنا ميتنج، فكان في مشاهد مكتوبه صعبه جدا، قلت للمخرج انا مش هقدر اعمل، ما انساش القعده دي، فراح قال لي لا طبعا ده مش شغلك، ما تيجي تخرج انت بقى، فقلت له لا مش هخرج ولا حاجه، وده طبعا شغل حضرتك وكل حاجه، بس انا مش هعمل، يعني مش هعمل. قال لي خلاص يبقى تعتذر عن الفيلم، قلت له بعتذر. ومن بعدها يوسف الشريف بقى قاعد في بيتهم. وفي النهايه ما تنسوش تقولولي في التعليقات يا ترى انتوا مع ولا ضد تصرفات محمد سامي.